كان محتفظ بالكرة يدور بالكرة ناحية بن عبدي. بن عبدي يلعبها مع بن ساحة. بن ساحة يحب يلعبها مع موكي لكن ما توصلش الكرة. ترجع ناحية بوحكاك. قدائم الكرة قبائلية مشاهدينا الكرام. غانم توزيعة مشاهدينا الكرام بعد او قبل خمس من ساحة وصارت توزيعة ولكن التغطية الدفاعية للمصرية تتكرر لشرب القبائل مع بن عبدي. لاعبين يلعبون مع منصوري. منصوري ترى الكرة هاي صعبة 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 هذه الكرة جديدة اللحظة مشاهدينا الكرام حكم المباراة سيد بودلع يعلن عن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة شوط لكل فريق. النصرية هدفان في الشوط الأول والشبيبة هدفان في الشوط الثاني.